تفضل نيجي ونختم في هذا الموضوع. شوف انا نقول ديما الغول هذايا الانتيسيميتيزم ومعاداة السامية كل مرة يخرجوه من القمقم نتاعو لأنه في تذكروا في 2002 وقت اللي صار الاعتداء الإرهابي مش الإجرامي الإرهابي على الغريبة، ثم بعض أصوات في فرنسا وفي ألمانيا خرجت وحكت لنا تقريبا نفس الحكاية، نفس السردية معادات بالضبط، نفس السردية وهذه معادات لليهود، واليهود التوانسة مهدين في تونس ولازم الترانسفير بالضبط ترحيل ويجب ترحيلهم، لأنه حكاية الترحيل هذه راي ترجع العام 43 في وقت حكومة فيشي وحملة التجنيس حتى لليهود التوانسة لوا ميريو. شوف راهو انا الحقيقه ما تمنيتش رئيس الجمهوريه يثير الموضوع هذا في 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 زيارته، لانه المساله لا تحتاج الى رد، كان ممكن وزير خارجيه يخرج ويجاوب، لانه عندنا من المعطيات ومن المؤيدات ما يكفي باش ناكدوا، وهذايا مش كلام جديد خاطر تقال قبل مع العقود من الزمن، تونس الدولة غير معادية للسامية، والدليل على هذا غير الناس خاطر يحاولوا يغيبوا التاريخ نتاعنا. احنا في تاريخنا نرجعوا إلى ما قبل فترة الاستعمار، ثم شخصيات يهودية تونسية تونسية، هو الصورة هذه أنا الحقيقة خرجتها من كتاب الأستاذ شمام كتابه على تاريخ القضاء، هذه في جلسة افتتاح سنة قضائية كما تشوف قضاة الشرعيين السنة والأحناف وقضاة فرنسيين وقضاة في محكمة الأحبار، محكمة الأحبار اللي تعمل 1881 وكانوا فيها قضاة، والمحكمة هذه كانت تختص بأحوال اليهود التوانسة، ما نقولش الجالية عمرهم ما كانوا جالية، هم طبعاً هم توانسة في الأصل وعايشين معنا. باش نعطيك بسرعة أسماء يهود توانسة يهود لمعوا في تاريخ تونس في المحاماة في القضاء في الفن في السياسة، بول سباغ المناضل في الحزب الشيوعي التونسي في الأربعينات، الكاتب التونسي البرميمي، السياسي النقابي التونسي جورج عدة وابنه سيرج عدة، روجي بيزميث اللي كان عضو تم انتخابه عضو في مجلس المستشارين، فنانين حبيبة مسيكة وغيرها والشيخ العفريت والويزة التونسية وجلبر نقاش وغيرهم. في حكومة الطاهر بن عمار اثنين اللي بدأت عام 1955 واستمرت إلى حدود 1956 كان ثم وزير تونسي يهودي اسمه البير بيسيس. في حكومة الحبيب بورقيبة اللي بين 56 و57 كان ثم وزير تعين على رأس وزارة التجهيز والإسكان والتعمير اسمه أندري باروش. رجعت لقيقة نقرأ في إريك جوبي اللي مختص في تاريخ اليهود في العالم العربي خاصة وفي تونس، وعنده معنى مقال ممتاز جدا اتحدث فيه بالتفصيل وبالتواريخ على عنوانه المقال هذا المحامون اليهود في عهد الحماية الفرنسية، ويتناول الفترة ما قبل الاستقلال. أندري جوبي شي يقول في الفترة بين 1930 و 1956 كان فما حوالي تقريبا 80 محامي تونسي يهودي كانوا مسجلين في البارو في هيئة المحامين التونسية، ويقول بين 1940 و 1943 يتحدث على الهجمة اللي صارت على التوانسة وعلى اليهود، حكومة فيشي المعادية للسامية اللي أجبرت محامين ومنهم أندري باروش على الانسحاب أو على شطبه من هيئة محامين. يعني والأدلة على هذا معناها كثيرة، ولا تحت آخر حاجة في مجلس النواب في 25 أكتوبر 2019 وحضر الحاخام حيم بتيم بتان فوالا
قال هاو في المقال هذا معناه في تصريح قال وقت بعد خطاب رئيس الجمهورية قيس سعيد قال كبير أحبار اليهود في تونس إن اليهود التونسيين يريدون دائما العودة إلى تونس ويتمنون ذلك داعيا إلى ضرورة استمرارية التعايش والتسامح في تونس. عمره ما كان ثم إشكال للتوانسة لا مع اليهود ولا مع المسيحيين ولا مع البهائيين ولا مع الإباضيين ولا مع الشيعة. تونس أرض تتعايش فيها الأقليات والأديان، والإشكال هذا الغول هذا اللي كل مرة يخرجوا هنا بطبيعة الحال تعرف أنت مريم ويعرف السادة أنه ثم فلوس، ثم اعتمادات، ثم تمويلات تتقدم من بعض، خليني نقول بعض البلدان الأوروبية، التمويلات هذه بعنوان الخدمة على القليم هذا، خاطر القلم يجيب الفلوس، ني بلوس ني موا.